في مشروع طموح جدا اسمه كل طفل متصل، ده لسه بنشتغل عليه، بس بشارك حضراتكم مش هينتهي المشروع ده قبل بدء الدراسة، ولكن الدولة كلها بتتحرك في الاتجاه ده. المنطقة بتاعت الأعمار اللي من رابعة ابتدائي لحد الإعدادية عاوزينهم كمان يبقى عندهم أجهزة ويتصلوا بالإنترنت. فكل لو احنا غطينا المساحة دي يبقى كل طفل في مصر بعد تالتة ابتدائي معاه ديفايس. ده مشروع كبير جدا لأن محتاجين هنا 13 مليون ومتقدمين فيه، وبنفكر الأجهزة وهتتحط إزاي. غالبا الأجهزة دي الدولة لا تستطيع أن تتحمل تكلفة زي دي، بس الدولة تقدر تخفض سعرهم جدا وتتيحهم عند شركات المحمول. ممكن نقسط، لو أنا أب لحد في رابعة ابتدائي أجيب جهاز يقعد مع ابني 3 سنين وأقسطه بدون أرباح، على مدار ال3 سنين هتطلع حاجة صغيرة جدا، ولسه بنشتغل عليه، لما يخلص هنقول لحضراتكم. بس ده بيحصل في الخلفية وإحنا ماشيين.